يا ترى ايه اللي هيحصل في مصر يوم 23 مايو؟ وهل ممكن البنك المركزي يفاجئ المصريين والاسواق بقرار غير متوقع؟ وايه تأثير القرار اللي هيصدر على الاسعار والسلع وحركة السيولة؟ بانكير نبض البنوك. في حالة من حالات الترقب بيعيشها المتعاملين في السوق المصري قبل الاجتماع الثالث للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري خلال 2024 واللي هتنعقد في 23 مايو لمناقشة مسار السياسة النقدية وحسم مصير أسعار الفايدة على الإيداع والإقراض بعد أيام قليلة من قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفايدة على الدولار للمرة السادسة على التوالي عند مستوى 5.25% و55% وتأخير خطة خفض الفايدة زي ما كان متوقع قبل كده. طب ايه اللي هيحصل في اجتماع 23 مايو وايه السيناريوهات المتوقعة للتعامل مع سعر الفايدة؟ اراء الخبراء ومراكز الابحاث مقسومة لفريقين. فريق شايف ان المركزي هيثبت اسعار الفايدة بعد ما رفعها 6% مرة واحدة في الاجتماع الاستثنائي في 6 مارس اللي فات، وفريق تاني شايف ان المركزي ممكن يعمل مفاجأة كبيرة ويصدر قرار عكس كل التوقعات ويخفض الفايدة بنسبة 2% على الاقل. اصحاب وجهة النظر تثبيت اسعار الفايدة شايفين اهمية عدم البدء في مسار التسيير النقدي، خاصة ان معدل التضخم ما زال فوق 30%. بيقولوا لما يتراجع التضخم لمستويات اقل من 30% من الممكن البدء في خفض الفايدة. دول برضو شايفين ان من المرجح تراجع التضخم لمستويات اقل من 30% خلال الفترة اللي جاية مع انخفاض اسعار معظم السلع الغذائية، وبيقولوا ان ده هيشجع البنك المركزي على بدء دورة التسيير النقدي خلال اجتماعات النص التاني من 2024، لان سعر الفايدة حاليا مرتفع بشكل كبير وده بيزود من تكلفة الاقتراض على المستثمرين والحكومة. أما أصحاب وجهة النظر التخفيض فشايفين أن أسعار الفايدة الحالية ضخمة جدا بتزيد من أعباء الحكومة في خدمة الدين العام، وشايفين أنه لازم يتم تخفيضها على الأقل 2% علشان تدي فرصة للأسواق أنها تستوعب الزيادة الأخيرة اللي هي 6%. وانخفض معدل التضخم الأساسي في مصر ل 33.7% في مارس مقارنة ب 35.1% في فبراير. استبعد بنك جي بي مورغان رفع أسعار الفايدة خلال الاجتماع المركزي يوم 23 مايو وتوقع الإبقاء على السياسة النقدية عند المستويات الحالية طوال 2024 للحد من احتمال تباطؤ وتيرة تراجع معدل التضخم أو زيادة الضغوط على العملة المحلية. ورجح بنك الاستثمار الأمريكي تراجع التضخم ل 22% في ديسمبر، لكن شايف أن خفض دعم الوقود اللي بيعد أحد متطلبات صندوق النقد الدولي ممكن يأثر على توقعات تباطؤ التضخم. أما بنك جولدمان ساكس فتوقع تخفيض المركزي المصري أسعار الفايدة بقيمة 200 نقطة أساس في اجتماع مايو وأن يتراجع التضخم ل 20% بنهاية 2024. يا ترى إيه اللي هيحصل في اجتماع البنك المركزي اللي جاي ده؟ اللي أكيد هنتابعه معاكم لحظة بلحظة. أنا أشرفت أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.